أن النار موجودة ومعدة لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، وفي تلك الوقفة والنظر للنار رأى أيضا كعب، رأى عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، هو أول من غير دين إبراهيم. ورأى أيضا في النار امرأة دخلت النار في هرة، ورأها في ذاك اليوم في النار عليه الصلاة والسلام. ورأى أيضا في النار صاحب المحجن، رآه في النار صاحب المحجن الذي يسرق الحجيج بمحجنه، المحجن معروف العصا التي في أعلاها عكف، فمعه عصا، وإذا مر أحد الحجاج من جواره بدابته أو كذا يأخذ بمحجنه بعصاه، يأخذ شيء من متاع الحجاج، فإن انتبه له قال علق بمحجني، ما كنت أقصد أني أخذه، علق بمحجني، وإن لم ينتبه له أخذه ومضى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رآه في ذاك اليوم وهو يصلي الكسوف، رآه في النار، رأى هذا الذي بدل دين إبراهيم، ورأى امرأة عذبت في النار في هرة، ورأى صاحب المحجن، وكان حديثه فيما رآه في أهل النار فيه التخويف من الكبائر، لا سيما أكبر الكبائر الأربعة وهي الشرك والزنا والقتل والسرقة، هذه الأمور الأربعة خصها عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم بالتحذير، ولكن كان تحذيره من هذه الكبائر أربعة بطريقة مختلفة عن كل مرة يحذر فيها من هذه الكبائر. ما وجه الاختلاف؟ ما وجه الاختلاف؟ أنه رآهم في النار، رآهم في النار، رأى أهل هذه الكبائر في النار، فهذه طريقة عظيمة في التخويف والإنذار من هذه الكبائر، أن حقيقة رآهم في النار. امرأة رآها في النار في ماذا؟ هرة، هرة، رآها في هرة قطة، ماذا صنعت؟ حبستها في مكان لم تطعمها ولم تجعلها، فإذا كانت في قطة قتلتها رآها في النار، فكيف من يقتل المسلمين ولا يبالي؟ كيف بمن يريق الدماء قتلا لنساء وصبية وكبار وصغار، خاصة الآن بالمتفجرات ولا يبالي؟ هرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في النار في هرة قتلتها، وهذا فيه خطورة الدماء، خطورة الدماء، وأن أن أن مما يعذب عليه في النار يوم القيامة أمر ليس بالهين. وكذلك الأموال، أموال الناس والأعراض، لأن أيضا جاء فيما يتعلق بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف جاء التحذير أيضا من الزنا، وذكر غيرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فجاءت هذه الأمور الأربعة، التحذير من الشرك، والتحذير من القتل، والتحذير من السرقة، والتحذير من الزنا، وهذه أكبر الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من الآثار الجميلة في هذا الباب أثر يروى عن ابن عمر، يروى عن ابن عمر رضي الله عنه، كتب له رجل كتابا، كتب إلى ابن عمر أن اكتب لي بالعلم كله، تصور السؤال، أن اكتب لي بالعلم كله، جاء
جاء ابن عمر خطاب من رجل يقول اكتب لي بالعلم كله، هذه كيف تكتب؟ كيف يكتب جواب هذا السؤال؟ كيف يكتب؟ قال اكتب لي بالعلم كله، أن اكتب لي بالعلم كله. قال ابن عمر، شوف علم الصحابة وفقه الصحابة وجمال أجوبتهم، قال إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما جماعتهم، فافعل. العلم كثير قال له، لكن إن استطعت هذه الأمور الثلاثة أنك تأتي يوم القيامة ولا يتعلق بذمتك شيء منها فافعل. وهذا دليل على أن الرجل الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى